الرحيم. صراحة نتأسف لواقع اليوم حادث انفجار سهريج بشركة سناب اللي خلف ضحيتين بهذه الشركة. نترحم على هذه الضحايا ونقدم تعازي الأسر ديالهم. هذه الشركة اللي نددنا بالطريقة والسياسة التي تشتغل بها فيما يخص البيئة. هذه الشركة اللي تلوث البيئة بعين حرودة وأضرت ببيئة عين حرودة ونددنا بهذا ما من مرة. كنتمنى المسؤولين أنهم يتدخلوا في هذا الشأن وأنها تراجع الأوراق ديالها. واليوم شفنا هذا الحادث هذا اللي خلق واحد الهلع في صفوف المواطنين. كنتمنوا من الله يرحم الضحايا. ما تنساوش تابوناو في اليوتيوب وتضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم جديد ناتا نيوز.